بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. وصفتنا النهاردة حبايبي اعمل لكم كباب حلة باللحمة. انت دي عندي حوالي كيلو كيلو وربع كده لحمة، انت اعملي الكمية المناسبة ليكي، بس حاولي لما تيجي تعملي الكباب الحلة تجيبي اللحمة من الفخدة عشان تكون جوسي كده ومعاكي وطرية في السوا وما تاخدش وقت. دي الكمية اللي انا هعملها. غسلتها وصفتها وقطعتها حتت صغيرة كده زي ما انت شايفة. هروح بقى على النار نشوف هنعملها ايه. حط الحلة على النار اهو، نروح نشوف على النار هنعمل ايه. حبايبي جينا هنا على النار اهو، حطيت حلة على النار وحطيتها تسخن وحطيت فيها زيت. لازم تسخن قوي، مهم قوي اول الخطوة دي، ونحط فيها اللحم نديها صدمة كده الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ما غلبش فيها كتير كده، تاخد صدمة كده، واحنا في المرحلة دي مش هنعمل حاجة فيها غير ان احنا نسيبها لما تستوي، مش هنحط عليها اي حاجة، بس هنحط عليها بس شوية فلفل، معلقة فلفل اسمر بس كده بس. النار تكون عالية في الأول بس. نسيبها كده لما كلها تاخد لون، نبدأ نقول لكم المرحلة الجاية ايه. وكده حبايبي كلها كده اهي بدأت تنزل ميتها، احنا بقى هنسيبها زي ما هي كده اهو ونغطيها لحد ما ايه ما تشرب ميتها وتستوي في ميتها. مش هنعمل فيها حاجة دلوقتي خالص، ونروح بقى نجهز بقية حاجتنا، البصل وكل المكونات والبطاطس، ونشوف هنحط ايه بالظبط واحدة واحدة كده معاكم حبايبي خطوة خطوة. وكده حبايبي اللحمة شربت ميتها ولونها يغمق. استني عليها لما تغمق خالص والصوص يغمق كده، ما تخافيش لازم تاخد اللون ده علشان تخلي شكل اللحمة وطعمها جميل. لو نشفت منك قوي وحسيت انها مش مستويه زوديها بس شويه ميه. احنا هنا بقى كده في المرحله دي هنحط بقى ايه بقيه التوابل، الملح والفلفل والبهارات وكزبره ناشفه، نحطها على اللحمه كده. انا لسه اقول لكم ان انا حطيت ورق لورا، حاطه ورقتين لورا مع اللحمه في الاول. بقيت مكوناتنا بقى كده حبايبي ايه، حتى لو بقى شويه بق ميه كده. هنا البصل، قطعت بصل في كباب الحله يعني بصل، كيلو اللحمه ياخد كيلو بصل، قطعته جوانح كده ما تخافيش من الكميه، الكميه دي مش هتبان بعد كده. وفلفل اخضر وفلفل احمر، وهنا حاطه حته مفرزه فلفل احمر لان لقيتش عندي كميه كافيه، لقيت حته واحده صغيره بس، فحبيت ايه ازود شويه، بيدي لون جميل وبيدي طعم جميل قوي قوي في الكباب الحلو. والبطاطس هنا دي اضافه، دي اضافه من عندي، لو انت عايزه تحطيها حطيها بس بتدي طعم جميل، مش عايزه تحطيها اكتفي بالبصل والفلفل على كده. نحط بقى البصل حاجه بس شايفه الكميه دي كلها هتنزل دلوقتي. نغطي بقى عليها ونسيبها على الهادي خالص، البصل ده هينزل ميه كمان،
هيكمل سوى اللحمه. اللحمه كانت بدات تدخل في السوى يعني ما تحطيش البصل لما تحسي ان اللحمه دخلت في السوى عشان تكمل سواها مع البصل. نسيبها شويه كده لحد ما تهبط شويه، نغطيها وبعدين نحط البطاطس. وكده حبايبي اهي البصل، شوفوا البصل عمل ازاي اللي كان كتير ولسه كمان هيهبط كمان عن كده. قلنا كيلو البصل، كيلو اللحمه عليه كيلو بصل، نص كيلو على نص كيلو كباب حله يعني بصل. دلوقتي انت ممكن تكتفي لحد هنا وتسيبيها لحد ما تستوي وتخلص سواها خالص وتطفي على كده. الاضافه بقى اللي عندي اللي هي ان انت تحطي بطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، حطها شويه بقى. دي بطاطس انا غسلاها وقطعاها مكعبات وبحطها معاها. الولاد عندي بيحبوا البطاطس، اي حاجه فيها بطاطس لازم احط لهم فيها، اي حاجه اعملها لازم احطوا فيها بطاطس. عايزين فراخ عايزين بطاطس يا ماما، لحمه فيها بطاطس يا ماما، بس بتبقى جميله برضو. كباب حله مع البطاطس تبقى جميله جدا، طعمها تحفه. شوفوا لون البصل اللي خد لون اللحمه ازاي. سيبي اللحمه لما تنشف خالص تبقى تحسي ان الصوص بتاعها كده نزل مع الدهون اللي فيها، بيدي لون جميل قوي للحمه. ظبطنا ملحنا وفلفلنا وكل حاجه، بهارات وفلفل وكزبره ناشفه، والبهارات على فكره فيها بيبقى فيها حبهان، لو عندك فصين حبهان حطيه، بس انا بحبه مطحون لان لما بحطه في صوص لو جه مع حد في الاكل بيبقى عايز يعمل اي حاجه كده، مش عايز يوم يضربنا، فبحبه موجود في البهارات كده علشان ما يظهرش في الاكل. كده بقى نسيبها بقى لما تستوي بقى البطاطس وبقيه البصل وكل حاجه تاخد مع نفسها وتدي كده لحد ما تستوي خالص، واوريكم بقى شكلها النهائي حبايبي. وكده حبايبي الشكل النهائي لكباب الحله. تقدري تحطي قرن فلفل زي ده في الاول وانت بتحطي مع الفلفل، لو ما عندكيش اطفال واللي في البيت عندك بيحبوا الحراق ما كانش يحطيه مع الاكل، للي حابب. الوصفه سهله وبسيطه ومش مكلفه، يا دوبك هي مش مكلفة مجهود، لكن اللحمة غالية. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. تقدري تعمليها مع شوية مكرونة محمرة او مكرونة بالصلصة او رز بسمتي او رز حتى بشعرية، او تعمليها سندوتشات. تقدري تعمليها بالطريقة المناسبة ليكي، وان شاء الله تعجبك وتعجب اولادك. يلا لو عجبتكم الوصفه بقى حبايبي ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، تكبر بيكم حبايب قلبي. يلا اشوفكم بقى في وصفه جديده ان شاء الله. يلا مع سلامه الله.